كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شكرا على الاستضافة الغزالة، شكرا لكم، مساء النور عليكم المتابعين ديال هذه الجريدة الرائعة، بارك الله فيكم. أنا اليوم معروضة عند ياسين أثار الفنان المبدع، معروضة عند مجموعة ديال المتابعين ديالي هنا في مدينة القنيطرة، شكرا لهم متابعين برنامج حكاية ليلى في الفضاء ديال وزيس اللي كاين فضاء مرجان. شكرا لكم على هذا النشاط في هذه العشية، تبارك الله اللي داز واحد الحفل رائع جدا، حضور بهيج جدا، ناس في مستوى عبيدة الرما ولا ياسين أثار الفنان المبدع تبارك الله. كنشكر المتابعين اللي فرحوا بيا واستدعوا لي وعرضوا عليا، شكرا ياسين أثار على هذه الدعوة الكريمة، لكم مني كل الود والتقدير، شكرا لكل المتابعين ديال برنامج حكاية ليلى على قناة الحدث 24، بارك الله فيكم، مرحبا بكم، مرحبا بالقصص ديالكم، أنا دائما راهن إشارتكم، دائما القصص ديالنا الموعظة والعبرة وماشي فقط الفرجة، شكرا لكم، بارك الله فيكم، تشرفت بكم بزاف. مرحبا بك ليلى. الله يكبر بك. السلام عليكم، معكم شيماء، كليانة هنا، جيت نفوج شويه هنايا من بعد الرفع ديال الجائحه ديال كورونا، جينا نفوجوا شويه مع الاوركسترا ديال نزاهه وياسين مغني ديالنا ديال الشعبي ياسين. كيف جاتك الاجواء؟ زوينه بزاف، وسيرتو من بعد مرور ديال عامين وحنا مسدود علينا في الدار، دابا عجبنا الحال ملي لقينا واحد المتنفس هنا في المدينه ديال القنيطره، عجبنا الحال هنايا بزاف. الرساله ديال المواطنين كندعوهم يجيو هنايا، يعجبهم الحال بزاف، جو عائلي، كندعوهم يجيو لهنايا، جو عائلي زوين هنايا الجو بزاف. مرحبا بكم وكلكم مرحبا بكم، وان شاء الله نونا الحنونه المجنونه، ما مجنوناش بعقلي، مي كنحاول نخرجوا الطاقه السلبيه، نفرحوا الناس، ننصحوا مع الناس. مرحبا بالاستاذه ليلى، الله يجبدها باش هي الناس اللي عنده شي قصه ولا شي حاجه ولا داروا شي حاجه في قلبه يدخل عندها لاباج ديالها باش يفش قلبه باش يحيي الطاقه السلبيه كما حيدت حتى انا. مرحبا بك، مرحبا بوجات علينا الناس ديال القنيطره والناس من جميع المدن، تشرفت بهم بزاف اليوم في هذا الفضاء ديال وزيس اللي كاين في مرجان، شكرا لكم بزاف والله. مرحبا. السلام عليكم، معكم فنان ياسر أثار، كنبغي نشكر كوبانت كاب اللي عطاتني الفرصه نتواصل مع الجمهور ديالنا، وبالنسبه للجديد ان شاء الله خدامين في واحد الفيديو كليب غيكون عباره عن اغنيه شعبيه. وكورونا كانت فاجعه على العالم كامل، والحمد لله دابا قلالت ورجعنا تنعيشوا الاجواء اللي كنا كنعيشوها شحال هادي رغم الظروف اللي داس علينا، والحمد لله اننا رجعنا كنشطوا مع العائلات وكنفرحوا العائلات كيف ما كتشوفوا دابا حنايا في واحد السهره عائليه. وكاع الناس اللي كيتبعوا ياسين أثار رساله للجمهور ديالي، راه بلا بهم انا ما كاينش وكنحماق عليهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.